بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير منتصف النهار لتحالف شبكات ومنظمات المراقبة المحلية لانتخاب مجالس المحافظات في يوم 18/12/2023 بسبب عدم السماح لإدخال أجهزة الهاتف المحمول من قبل الأجهزة الأمنية المحيطة بالمراكز الانتخابية مع سماح المفوضية بذلك، لم يتمكن عدد كبير من مراقبينا من إدخال وإرسال المعلومات اللازمة، وهذا يخل بالشفافية المطلوبة في عملنا. لذلك عدد المراقبين الذين وصلت تقاريرهم هم 706 من مجموعة 3700. عدد الناخبين المسجلين في المحطات التي تمت مراقبتها 401,033. عدد الناخبين المشاركين حتى إعداد هذا التقرير 101,783. إذا نسبة المشاركة في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي تحالف شبكات المراقبة هي 25% و38%. نسبة طبعاً النسب الرسمية راح تكون من مسؤولية المشاركة، هي من مسؤولية المفوضية تعلن عنها. هذه النسب التي أعلننا عنها هي للمحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبين. الحوادث، مجمل الحوادث منذ بداية نهار التصويت العام اليوم 18/12 هي 541 حادثة، 281 تضمنها التقرير الأول، التقرير الثاني تضمن 260 حادثة وتفصيلها أدناه، 115 حادثة دعاية انتخابية للكيانات السياسية أو توزيع بطاقات أرقام للمرشحين داخل أو محيط 100 متر من مراكز الاقتراع، 21 حادثة وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل محطات الاقتراع، 20 حالة عدم تنظيم عملية دخول إلى محطة الاقتراع وحسب التعليمات المفوضية الانتخابات، 16 حادثة طرد مندوبي المرشحين أو وكلاء الكيانات السياسية من غرفة الاقتراع، 13 حالة طرد مراقب من غرفة الاقتراع أو منع دخوله وسحب باجه، 31 حالة توقف أجهزة التحقق لأي سبب كان، 18 حالة غياب بعض أعضاء محطات الانتخابية في فترة الاقتراع، 26 حالة توقف الاقتراع لفترة زمنية محددة. هذه الحوادث التي تم رصدها من قبل مراقبينا في شبكات تحالف المراقبة ومنظمات المراقبة في العراق. عباس الشريفي، نائب رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات.